أهلا بكم متابعينا وإليكم موجز الأخبار. انعقد مساء أمس الجمعة الموافق 2 ديسمبر للعام 2022 ببيت الضيافة في الخرطوم اجتماع ضم الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة والقائد الأعلى القائد العام للقوات المسلحة والفريق محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع مع ممثلين من القوى الموقعة على الإعلان السياسي، وذلك بمشاركة وحضور الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيجاد والآلية الرباعية المكونة من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وممثلين الدول الأعضاء فيه بالسودان. ناقش الاجتماع تطورات العملية السياسية، حيث أمن على ما تم التوصل إليه من تفاهمات تم تلخيصها في الاتفاق السياسي الإطاري والذي يشكل أساساً لحل الأزمة السياسية الراهنة بالبلاد، كما يظل مفتوحاً للنقاش والمشاركة من الأطراف الأخرى المتفق عليها لتطوره في المرحلة الثانية لاتفاق نهائي وترتيبات دستورية انتقالية، وذلك في غضون أسابيع محدودة تمهيداً لتشكيل سلطة مدنية تقود المرحلة الانتقالية وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب السوداني من يحكمه. اتفقت الأطراف السودانية على أن يتم توقيع الاتفاق الإطاري يوم الاثنين القادم الموافق 5 ديسمبر للعام 2022، وذلك بحضور واسع محلي ودولي تمهيداً لمرحلة جديدة تستشرفها البلاد. نظمت الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية بوزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية بإقليم النيل الأزرق بالتعاون مع منظمة اليونيسف أمس يوماً ثقافياً في ختام برامجها بمدينة السيريو بالريف الشمالي لمدينة الدمازين. وأوضح وزير الرعاية عمر الشيمي إن البرامج تميز بطرح عدة ثقافات متنوعة عبر الدراما جسدت الإرث الثقافي لإنسان النيل الأزرق، لافتاً إلى أن القصائد الوطنية أسهمت في ترسيخ مفهوم السلام والتعايش السلمي وتوحيد الصف ونبذ الحرب، واصفاً مدينة السيريو بأنها من المدن العريقة التي تزخر بالثقافات المتعددة والحضارات المتنوعة وتعتبر رائدة في التعليم على مستوى الإقليم، مبيناً أن السودان وطن يسع الجميع ومشيداً بالدور الرسالي للمعلمين ومؤكداً أنهم رسول السلام. أشاد وزير الصحة والتنمية الاجتماعية المكلف بالنيل الأبيض عز الدين علوان خلال تفقده أمس مقر الصندوق القومي للإمداد الدوائي بالولاية، أشاد بالدور المتعاظم لإدارة الإمداد الدوائي في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواء. جاء ذلك لدى تفقده مباني الصندوق القومي للإمداد الدوائي بربك، ووقف على حجم الضرر الذي لحق بمخزن الدواء الرئيسي. وقال الوزير إن الصندوق ظل يقدم خدمات كبيرة مطالباً بإعطاء الإدارة مزيداً من الصلاحيات فيما يتعلق بعمليات إدخال الدواء، كما جدد التزامه بحل كافة المشاكل التي تعيق سير العمل. من جانبه عدد مدير الصندوق بالنيل الأبيض دكتور محمد عبد الباقي عدد إنجازات إدارته مؤشراً للمشاكل والمعوقات والتي من أهمها معالجة استبقاء الكوادر العاملة بالصندوق. نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية بولاية كسلة نفذ 400 عملية أبيض مجانية بمستشفى مكة لطب العيون بكسلة. وأوضح مدير مستشفى مكة بكسلة طارق الهادي إن هذه العمليات تأتي ضمن برنامج نور السعودية التطوعي لمعالجة أو لمكافحة العمى في السودان للعام 2022، والذي يشمل 400 عملية بجانب توزيع الأدوية والنظارات الطبية المجانية، وذلك في الفترة من الأول وحتى 8 ديسمبر للعام 2022.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة البصر العالمية نفذت 3 حملات من برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى في السودان في كل من ولاية البحر الأحمر شمال كردفان وولاية جنوب دارفور، تم من خلالها تنفيذ 1600 عملية مجانية. نفذ المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية الاتحادي بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة العالمية الفاو بالتنسيق مع المجلس الأعلى للبيئة بولاية نهر النيل بقاعات جهاز المخابرات العامة بالدامر، نظم ورشة تنويرية حول الاتفاقية الإطارية لتغيير المناخ واتفاقية باريس وتدابير التكيف والتخفيف من آثار التغيير المناخي، خاصة تنفيذ مشروع طرمبات الطاقة الشمسية بولاية نهر النيل. وأشاد الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة بالولاية خالد محي الدين أشاد ببرامج المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية الاتحادي ورحب بممثلي المجلس بالولاية، مشيرا إلى أهمية الورشة في إطار الارتقاء بالواقع البيئي بالولاية من خلال توفير البدائل وتشجيع المواطنين على الاتجاه نحو الطاقة النظيفة. وكشف خالد عن إنشاء نيابة للبيئة بالولاية واستمرار الجهود في تهيئة بيئة عمل مناسبة بمجلس الولاية. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذا الموجز.